تمام. أصبح المال في العام الثاني من حكمه في متناول جميع طبقات المجتمع. طيب ما تنسيش بقى الواجب، ماشي؟ يا مش بس غير آخر صفحة مغطاش، تري ايه؟ معادش غير آخر صفحة بس اللي لسه مغطاش، هي في النوتبوك وأنا لسه والنوتبوك وشوية دوت. ماشي، جاهزين؟ أيوة. ماشي. الحضارة الإسلامية كانت بتتميز بأن هي حضارة بترعى العلم وبتهتم بالعلوم والفنون، وكانت بتشجع على اكتساب المعرفة، فكانت بتشجع سواء كان رجل أو مرأة، طفل أو كبير، إنه يتعلم، لأن عن طريق التعليم أصلا كمان هيتعلم إنه يقرأ القرآن ويعرف اللي مطلوب منه. فظهرت في حضارة الدولة الإسلامية أو في وقت الدولة الإسلامية العديد من الاختراعات والابتكارات والمؤلفات العلمية. طيب احنا قلنا ان الدولة الإسلامية اهتمت بالفنون والعلوم، ايه الدليل على كده؟ اكبر اول دليل عندنا واكبر دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كان اسر بعض المشركين، يعني اخذهم اسرى، فكان في مجموعة منهم بتعرف تقرأ وتكتب. الفداء بتاعهم كان ايه، او يعني ان هم يخلصوا من الاسر ازاي، اللي هي دلوقتي عندنا في مصر اسمها كفالة، ازاي كانوا يقدروا يخرجوا من الاسر دوت؟ كان شرط ان كل واحد بيعرف يقرأ ويكتب من المشركين يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة عشان يقدر انه يخلي سبيله او يفدي نفسه. ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان بيعمل حلقات في المسجد يعلم فيها الصحابة الكبار والصغار، ولما النساء طلبوا منه انه يعلمهم برضو، خصص لهم يوم في الاسبوع هم اللي يقعدوا في المسجد ويسمعوا، تمام؟ او يقعدوا في مكان خاص بيهم، يعني هو يروح يقعد يعلمهم ويعرف اسئلتهم واللي صعب عليهم مثلا في امور الدين ويعلمهم لهم. تمام يا حلوين؟ بس يبقى الدليل عندنا ان الدوله الاسلاميه اهتمت بالفنون والعلوم حاجتين، اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بالتعليم، ثاني حاجه في غزوه بدر امر النبي صلى الله عليه وسلم بان كل اسير يعلم 10 من المسلمين حتى يخلي سبيل. المؤسسات العلميه اللي كانت موجوده في الدوله الاسلاميه وقتها، كان عندنا تعدد في المؤسسات الاسلاميه، فكان عندنا اول حاجه الكتاتيب. الكتاتيب دي كانت موجوده وما زالت موجوده دلوقتي في الارياف، وهي اماكن لحفظ القران، تمام. تمام. حلقات العلم في المسجد طبعا عندنا زي المسجد النبوي والجامع الازهر، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجمع، اصلا النبي كانت كل حياته في المسجد، كان بيعلم فيه الصحابه، كان بيدير فيه شؤون الدوله، كان بيعمل كل حاجه فيه. حاليا بقينا دلوقتي بما ان الحياه خرجت بره المسجد، فبقى المسجد ليه دور كبير في ان هو يعلم الناس امور دينهم، بقى الشيوخ وعلماء الدين المفروض ان هم يقعدوا في المسجد ويعملوا حلقات، الحلقات دي تبقى مواعيدها معروفه عشان اللي عايز يروح يتعلم يروح يحضر في الحلقات دي ويبدا يتعلم. المدارس طبعا دي احنا عارفينها، والمكتبات، والمسلمين كان عندهم مكتبات شهيره جدا، ومن اشهرها مكتبه بيت الحكمه، ودي اللي انشاها هارون الرشيد في بغداد. طيب ايه النتائج اللي ترتبط على اهتمام المسلمين بالتعليم؟ اهتمام كبير تساعد على نبوغ المسلمين وبرعوا في كتير من المجالات العلمية. تمام؟ تمام. طيب اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم على أسرى غزوة ايه لدينا تعليم المسلمين القراءة والكتابة؟ بدر. أقام هارون الرشيد مكتبة بيت الحكمة فين يا سما؟ مكتبة بيت الحكمة في بغداد. النتائج اللي ترتبط على اهتمام المسلمين بالمؤسسات العلمية زين. الأمر الذي ساعد على نبوغ المسلمين وبرعاتهم في الكثير. طيب اهتمت الدولة الإسلامية منذ نشأتها، دليل على صحة العبارة يا سما، اهتمت الدولة الإسلامية منذ نشأتها بالعلوم والفنون. اعملي لي زوم على الإجابة يا ميس. وانت كنت مركزة ولا مش مركزة؟ مركزة. طيب بص، سهلة جدا. اهتم العرب المسلمون في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعليم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عقب غزوة بدر بأن كل أسير إيه كل أسير إيه؟ يعلم 10 من المسلمين القراءة والكتابة حتى
يخلي سبيل. يخلي سبيل. تمام نشاطرة. جدا، دول حاجة غير كده جدا. ماشي، دول احنا قلناهم عامة. اكتبيهم يا، اكتبي اجاباتهم عندي كسامة اهتمام الرسول بالتعليم، هتكتبي اللي انت لسه قايلاهم حالا. عايز أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الغزو بدر بأن كل أسير يعلم عشرة من المسلمين القراءة والكتابة حتى يخلي سبيله. اه، واللي بعدها النتائج المترتبه على اهتمام مسلمة المؤسسات التعليميه اللي هي نبوغ المسلمين وبراعتهم في كتير من المجالات العلميه. اكتبيها وعرفيني عشان نكمل نصبر على اللي بعدها على طول. دم تمام. طيب تاني حاجة عندنا بقى العلوم عند المسلمين. المسلمين كان عندهم أمانة علمية كبيرة جدا في نقل العلوم. يعني إيه؟ يعني لو واحد فيهم كان قرأ في كتاب لحد حتى لو مش مسلم بينسب الفضل لأهله. يعني لو مثلا قرأ لسراقة أو أرسطو أو أفلاطون أو أي حد، هو بيقول مثلا النقطة دي أنا خدتها من فلان، وهو بيزود عليها اللي عارفه، بينسب الفضل. وده كان موجود في اخلاق المسلمين اكتر من غيرهم في الزمن ده والى الان يعني. فما فيش عالم مسلم ادعى لنفسه ان هو اكتشف اكتشاف مش هو اللي كان مكتشفه، بل بالعكس بينسب الفضل لاهله زي ما قلنا. كتبهم ومؤلفاتهم امتلأت باسماء علماء سبقوهم في مجالات مختلفه، زي عندنا ابقراط في الطب، ارشميدس في الرياضيات، وسقراط وارسطو في الفلسفه. يبقى عندنا تاني في العلوم عامة المسلمين التزموا الأمانة العلمية ونسب الجهد إلى ونسبة الجهد إلى أهله. فما فيش عالم منهم ادعى أو نسب الفضل إلى نفسه في اكتشاف علمي أو لو نقلوا من عالم آخر. تاني حاجة كتبهم ومؤلفاتهم كانت ممتلئة بأسماء العلوم، بأسماء العلماء اللي سبقوهم في مجالات مختلفة، زي أبقراط في الطب، أرسطو وسقراط في الفلسفة، وأرشميدس في الرياضيات. خد يا ماما. في الطب والكيمياء هناخد بقى مجموعة من العلوم. يعني احنا هناخد الطب والكيمياء والرياضيات والفلك والفيزياء والجغرافيا والتاريخ المفروض والدين واللغة. تمام اوكي ماشي. ماشي. يبقى أول حاجة الطب والكيمياء، المسلمين لهم إسهامات كبيرة جدا في الطب والكيمياء. الدليل على كده إيه؟ هم اللي تفوقوا في مجال الجراحة وتشخيص الأمراض، اكتشفوا الدورة الدموية، عارفهم ان هم يعملوا الادويه، يركبوا المواد على بعضها عشان يعملوا ادويه. ومن اشهر اطباء المسلمين ابن سينا، ومن اشهر العلماء في علم الكيمياء عند المسلمين جابر بن حيان. الاسماء تتحفظ، الدرس ممكن تحسه في الاول انه يلخبط ولكنه سهل جدا. هتعملوا جدول، تجيبوا كراسه كبيره كده وتعملوا فيها جدول، تكتبوا كل علم وتحته اشهر العلماء بتوعه. تمام، تمام ماشي. عشان يبقى اسهل عليكم. يبقى الطب والكيمياء اسهامات المسلمين في الطب والكيمياء ايه؟ تفوقوا في مجال الجراحه وتشخيص الامراض، اكتشفوا الدوره الدمويه، قاموا بتركيب الادويه، اشهر الاطباء ابن سينا، واشهر العلماء في الكيمياء جابر بن حيان. في الرياضيات المسلمين برعوا في الرياضيات، هم اول ما اخترعوا الكتابه باللغه العربيه. وللعلم يعني ان الارقام اللي انتم شايفينها قدامكم دي هي الارقام اللغه العربيه الاصليه، اللي هي 1 2 3، مع ان هي في الاصل هي 1 2 3، الارقام اللغه العربيه الاصليه. تمام، تمام. وهم اول من وضعوا القصور العشريه واستخدامات الصفر. قبل ما هم يعرفوا الحاجات دي ما كانش حد في اوروبا عارف، وهم اللي قدروا يوصلوا هيوصلوا ان في استخدامات للصفر، صفر ممكن نستخدمه في حاجات كتيره تنفعنا، وفي حاجه اسمها استخدامات عشريه ساعدتهم طبعا في حاجات كتيره جدا، طبعا في الاسلام في توزيع الزكاه والحاجات دي. طيب اشهر العلماء المسلمين كان مين؟ كان خوارزمي. حد فيكم فاكر احنا قرانا الخوارزمي ده في ايه قبل كده؟ اسمه ايه ده؟ سيف الدين الخوارزمي او حاجه كده. شاطرة. كان محمود بن ممدود من الدولة الخوارزمية اللي قضت عليها المغول. تمام ماشي، مركزة يا سامة. اوكي. الفلك، طيب احنا قلنا الطب والكيمياء والرياضيات. في الفلك بقى المسلمين اهتموا بالفلك. طب ليه؟ ايه كانت لازمة الفلك ان المسلمين يهتموا بيه في الوقت ده؟ في الوقت ده المسلمين اهتموا بالفلك لان الفلك عندهم كان مرتبط بمواعيد الصلاة. احنا عارفين ان الفجر مثلا قبل طلوع الشمس، الشروق بعد طلوع الشمس بوقت معين، الظهر لما تكون الشمس في منتصف السماء، العصر والشمس تبدأ تميل، المغرب بعد غروب الشمس، أو المغرب
لما تكون الشمس زي لونها محمر كده في السماء، والعشاء بعد غروب الشمس تماما. فهم المسلمين كانوا عايزين يعرفوا مواعيد الصلاة ويظبطوها، فعشان كده اهتموا بالفلك، بعلم الفلك. طيب في حاجة تانية غير الصلاة؟ اه، مواعيد الصيام، عشان يعرفوا هيصوموا امتى وهيفطروا امتى. العيد، الأعياد، عشان كده أنشأوا المراصد الفلكية. طيب يا رودينا، عشان سامي اللي قالت السؤال اللي فات، يا رودينا، الدولة الإسلامية اللي اشتهر في عهدها عمل الاسترلاب والمراصد الفلكية كانت الدولة الإيه؟ العباسية. ممتازة ممتازة يا رودينا. طيب يبقى احنا كده عرفنا ان هم نبغوا في ايه؟ طب وكيمياء ورياضيات وفلك، تمام؟ تمام. حاجة في اللي فات مش مفهومة؟ لا تمام. مش شوف كتبت لك حاجة ولا لا؟ لا مفيش. طيب يبقى نجيبهم تاني قبل ما ننزل عشان ما تتلخبطوش. في الطب والكيمياء قلنا ان انسحابات المسلمين في الطب والكيمياء كانت ايه؟ هم اللي تفوقوا في مجال الجراحة وتشخيص الأمراض، عرفوا الدورة الدموية واكتشفوها، قاموا بتركيب الأدوية. أشهر الأطباء ابن سينا، أشهر علماء الكيمياء جابر ابن حيان. في الرياضيات هم اللي ضافوا الأرقام العربية اللي هي 1 2 3، وضعوا النظوم نظام الكسور العشرية، وعرفوا استخدامات الصفر. وأشهر علماء المسلمين في الرياضيات الخوارزمي. في الفلك اهتموا بالفلك لمعرفة تحديد أوقات الصلاة والصيام والأعياد، وأنشأوا المراصد الفلكية. طيب في الفيزياء المسلمين أبدعوا إبداعات كبيرة في الفيزياء. هم اللي عرفوا انعكاس الضوء وقوس القزح، وهم اللي عرفوا الجاذبية الأرضية. اللي اكتشف الجاذبية الأرضية وقال في جاذبية أرضية نيوتن، تمام؟ تمام. بس لما نيوتن مشي، نيوتن لما مشي في دولته في عصره وقال إن في حاجة اسمها جاذبية، كان زمان في العصر الجاهلي بتاعهم ده، في عصر أوروبا المظلمة، لما كان يجي عالم يكتشف حاجة هم مش عارفينها يقتلوه. كان بالنسبه لهم ان انت كده بتخرف، او ان انت كده اتجننت وهتجنن الشعب معاك، فيقتلوه على طول. بعكس الدوله الاسلاميه، الدوله الاسلاميه كانت بتدعو للعلم والتعليم. والدوله الاسلاميه اصلا العلماء، يعني المسلمين، العلماء المسلمين كتير من الظواهر اللي موجوده قدامهم في الحياه ذكرت في القران، فبقوا هم عارفين اصل الظواهر دي ايه، بس مطلوب منهم بس يكتشفوا الظواهر دي، تمام؟ تمام. يبقى العلماء في الفيزياء، العلماء المسلمين اول من ابدعوا في، او من اكثر من ابدعوا في علوم الفيزياء، عرفوا انعكاس الضوء وقوس القزح، وهم اللي عرفوا الجاذبيه الارضيه. والحسن بن الهيثم ابرز العلماء المسلمين في الفيزياء. في الطيران احنا كنا خدنا عباس بن فرناس دوت في رابعه ابتدائي في العربي، فاكرين؟ فكرة. الحمد لله طلعتوا فاكرين، والله كنت اهو افتكركم مش فاكرين. طيب عباس بن فرناس دوت عالم مسلم عبقري كان عايش في الأندلس، هو من أوائل العلماء المسلمين اللي اشتهر بمحاولاته في الطيران. حاول إنه يطير في عصر الدولة الإسلامية لأن كانت عنده روح مغامرة كبيرة جدا. صنع جناحين وربطهم في جسمه بشريط دقيق من الحرير، وبعدين دفع نفسه في الهواء من مكان مرتفع فطار لمسافة قليلة، وبعدين سقط على الأرض. وعن طريق التجربة دي العلماء عرفوا إن اللي بيظبط اتجاهات الطائر وبيساعد الطائر على الطيران او النزول والهبوط والطيران صح الديل. عشان كده لما جم يصنعوا الطياره، فاول حاجه، يعني اول حاجه ظبطوها في الطياره، وهتلاقي اصلا اللي فيها اتزان الطياره هو الديل، تمام؟ أصلاً اه، وايضا هو الديل، الديل عند الطيور اصلا، الطيور جناحاتها بتخليها تطير، اه، بس الديل لو بصيت، لو راقبت طائر وهو بيطير هتلاقي الديل بتاعه شويه بيتفرد وشويه بيتني، شويه بيتفرد وشويه بتلم. حركه الفرده واللمه في الجناح في الديل دي هي اللي بتخلي الاتزان بتاعه صح في الهواء وما يقعش. أوكي. طيب المسلمين برضو هم اللي نجحوا في تفسير كتير من الظواهر. زمان في سواء كان بقى في اوروبا او في غيرها، يعني كانوا بيشوفوا ان البراكين والزلازل دي غضب من الالهه، مثلا نرمي حد في البركان عشان خاطر البركان ما يقومش علينا، نقتل حد معين عشان خاطر ما فيش زلزال يقوم كده. يعني لما جه المسلمين عرفوا عن طريق القران برضو واحاديث النبي ان هم يفسروا الظواهر دي، يعرفوا ان هي ظواهر طبيعيه. البركان بيحصل مثلا بسبب ان الكره الارضيه اصلا معروف ان هي في باطن الارض كلها مليانه حمم نار، كلها مليانه حمم بركانيه.
ولكن في اماكن فيها البراكين دي نشطه واماكن لا. الزلازل برضو بتحصل بسبب عوامل طبيعيه ليها تفسيرات معينه كده في علوم الفيزياء. المسلمين برضو هم اللي قدروا يفسروا الظواهر دي ويرجعوها لطبيعتها، تمام؟ تمام. وهم اللي عرفهم ايه سبب. احنا عارفين ان الجبال في القران الكريم ربنا قال لنا ان الجبال هي اللي مخليه الارض ثابته. لو الجبال اتهدت الارض هتبقى مش ثابته خالص، مش هنعرف نعيش عليها اصلا. يعني زي ما يكون بالظبط دلوقتي، ايه اللي بيخلي البيت بتاعك واقف؟ البيت بتاعنا مثلا احنا عايشين فيه واقف مش بيقع، ان احنا عاملين له عواميد. الجبال دي هي عواميد الارض، تمام؟ وطبعا الجبال دي تمام. محطوطه في باطن الارض الى حته احنا ما نقدرش نوصل لها اصلا كمان، لان هي الرواسي. جت في القران رواسي، هي الرواسي اللي بتمسك الارض. المسلمين قدروا يعرفهم ايه لازمه الجبال وايه اهميه وجود الجبال دي وبرده الانهار. طيب اكتب ما تشير اليه العبارات اللي كان عليها الدور مين؟ رودين. علم نجح في تفسير كثير من الظواهر الطبيعيه كالزلازل. زين انت معايا؟ هي ردينا خرجت يا اخوة الصوت. المايك معاه مش معمول ده غير. زينة زينة سامعاني؟ موجودة، أيوة موجودة. تمام. ما يلا قولي لي بقى. لا احنا هنا، انا هنا. يلا، علم نجح في تفسير كتير من الظواهر، ايه هو؟ علم النجاح في الكثير من الصور. يا بس هو بس الموبايل بتاعك بس بيطلع، مش عارفة هو طلع ليه. تمام، خلاص انا سامعاك دلوقتي. يلا قولي ايه هو العلم ده؟ لحظة بس، علم الفيزياء. ممتازة. تمام. سما، أبرز العلماء المسلمين في علم الفيزياء. العلماء المسلمين في علم الفيزياء. يا انا لازم اقول عالم. مكتوب عندك مكتوب عندي مش مكتوب. الحسن بن هيثم. ايه، حسن ابن الحيث. ماشي ماشي. طيب، أشهر العلماء في علم الطب يا هدي. أبقراط. علم الطب في المسلمين، أبقراط دوت مش مسلم. مثيرة. تمام. هلا طيب، نعم يا بابا، عندي حس ما ينفعش كده. طيب يا سامع، ساهم المسلمين في علم الطب، ادينا على كده. ضفوا الأرقام العربية اللي هي 1 2 3 ووضعوا علم النظرية. الطب، علم الطب، علم الطب، يا لهوي. ده علم الطب، اه ده افتكرت اللي بعدها.
طب علم الطب في برع في الجراحة وتشخيص الأمراض وتركيب الأدوية وكمان كفو الدورة الدموية. تمام ممتاز. رودينا برع المسلمين في علم الرياضات. خرجت رودينا هي معايا برضو ولا مش التاني؟ لا هي خرجت أصلا من الميتنج كلها. طيب قولي انت برع المسلمين في علم الرياضات. ما ضفوا الأرقام العربية اللي هي 1 2 3 وضفوا الأرقام العشرية واستخدامات للصفر. ماشي. أضافوا الأرقام العربية وأضافوا نظام الكسور العشرية واستخدموا الصفر. تمام. معلش اصل البتاع كان طلع معلش سوري. طيب الشير ظاهر عندك ولا مش ظاهر؟ لا لسه برضو طب ثانية واحدة هقفلها وافتحها تاني. خرجت تاني. طب الشير ظاهر عندك؟ ايوه دي حتى برضو سألتني نفس السؤال. طيب بما تفسر يا سما اهتم العلماء المسلمين بعلم الفلك. الفلك أنشأوا الممارسة الفلكية وقاموا بتحديد أقوات الصلاة والصيام والأعياد. تمام. طب انت اللي بعدها عشان مش موجوده برضو. شهرة عباس بن فرناس. يقعد عباس بن فرناس من أوائل العلماء الذين حاولوا الطيران في عصر الدولة الإسلامية. ماشي لسه ما دخلتش. ثانية لا دخلت. ماشي خلاص. الشير برضو لسه مش ظاهر. طب احنا عامة بناخد من الكتاب الأضواء معاكي، فهو ظاهر عندك، ثانية سامي برضه ظاهر عندها، فأنا مش عارفة أعمل إيه. اقفلي يا مستر الشير بعد كده افتحي ممكن. خلاص ظهر؟ ايوه كده خلاص. طيب تمام. طيب بعد كده عندنا الدين واللغة. احنا قلنا طب وفلك، رياضيات، طب وكيمياء، رياضيات، فلك، فيزياء، تمام؟ دول اللي احنا قلناهم صح؟ بعد كده بقى عندنا الدين واللغة. طبعا المسلمين كانوا مهتمين بالدين لان هو اللي بيعرفهم ازاي يقوموا امور دينهم وازاي يمارسوا العبادات المطلوبة منهم. فكانوا بيهتموا بعلم الحديث لان دوت بيعرفهم كل اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمله من قول او عمل. التفسير لان هو بيوضح لهم معاني ايات القران الكريم والالفاظ اللي فيه. الفقه لانه بيوضح لهم الاحكام الشرعيه سواء من فقه العبادات او فقه المعاملات. طيب يعني ايه فقه عبادات وفقه معاملات؟ فقه عبادات يعني صلاه، صوم، الحاجه اللي الانسان بيعبد بيها رب. فقه معاملات، معاملاتي مع الغير، بيع، شراء، تجاره، ايجار، ان انا اجر حاجه من حد، زواج، طلاق، فده فقه المعاملات، تمام؟ تمام ايوه اهتموا بعلوم اللغه كالنحو. ليه اهتموا بعلوم اللغه؟ لان النحو اصلا هو اللي هيعرفني المقصود من ايات القران الكريم والمقصود من اقوال العلماء في الفقه والمقصود من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فاللغه هي اللي بتوصلني لمعرفه المعاني سواء في الحديث او التفسير او القران او الفقه. طيب المسلمين اهتموا بالتاريخ. طب ايه سبب اهتمامهم بالتاريخ؟ كانوا بيحاولوا ان هم يسجلوا الاحداث الماضيه عشان احنا نقدر نستفيد منها في الحاضر. يعني هم كانوا بيشيلوا هم او بيهتموا باللي جاي بعدهم عشان ما نقعش في نفس الاخطاء الماضيه. فكانوا بيسجلوا التاريخ والحاجات اللي بتحصل عشان يوصلوا لنا التاريخ فنتعلم منه. من اشهر المؤرخين المسلمين ابن الاثير. في الجغرافيا المسلمين من اكتر الناس اللي برعوا واهتموا بعلم الجغرافيا. ليه؟ لان هم كان عندهم رغبه في معرفه الطرق التجاريه للبلاد اللي هيفتحوها والطرق التجاريه ما بينها وبين الدول الاخرى.
طبعا احنا عارفين ان المسلمين كانوا مأمورين ان هم يدخلوا الاسلام لكل الدول. فانا لما اجي ادخل اسلام لدوله انا لازم ابقى اعرف جغرافيه الدوله دي ايه، بيحط بيها بحار ولا لا، محيطات ولا لا، طبيعه ارضها ايه، عشان اعرف اتعامل مع اهلها. انا مش داخل كغازي، يعني انا مش داخل كمحتل، انا داخل ادخل لهم دين الله لان انا عايزهم يؤمنوا، لان هو ده الدين الصح اللي ربنا قالنا عليه، صح؟ أيوة. فبالتالي انا عشان اعرف ادخل وسطهم في البدايه هم هيبقوا مش عاوزيني، فاكريني محتل، هم في البدايه يبقوا خايفين مني. فانا لازم ابقى داخل عارف الدوله دي هتعامل معاها ازاي، جغرافيتها ايه، عشان اقدر اتعامل معاها ما اذيش اهلها وما اذيش نفسي. فدي كانت وجهه نظر المسلمين، يعرفوا طبيعه البلد اللي هيفتحوها ويعرفوا الطرق التجاريه اللي هتربط بينها وبين البلد الاخرى. طيب المسلمين قدموا ابداعات كبيره جدا في علم الجغرافيا، ايه الدليل على كده؟ هما اللي استخدموا البوصله في رحلاتهم البحريه، توصلوا ان الارض كرويه الشكل، رسموا خريطه للكره الارضيه. الارض كرويه مش مسطحه، ماشي؟ الارض كرويه مش مسطحه، طب مفهومه؟ ازاي؟ احنا لا كنت منتظره السؤال عشان كده قعدت اعيدها كذا مره. الارض كرويه مش مسطحه، احنا بالنسبه ازاي؟ لنا ومن رحمه ربنا بينا، احنا بالنسبه لنا ومن رحمه ربنا بينا ماشيين على الارض شايفينها مسطحه، تمام؟ ولكن بالنسبه لكوكب الارض ككوكب هو شكل كوره مش مسطح. يعني انتوا لما بتشوفوا كوكب الارض في الصوره بتشوفوه كله كله ماشي خط مستقيم ولا لافف كوره؟ لا لا، في الكورة. هي كده، لو طلعنا من الفضاء نشوفها ككرة، ولكن طول ما احنا عايشين جوه الكره الارضيه ربنا من رحمته بينا عشان نقدر نمشي ونقدر نعيش على الارض مخليها لنا، احنا حاسين ان هي مسطحه ولكنها في الاصل كرويه، تمام؟ تمام. طيب من اشهر علماء الجغرافيا الادريسي. طيب الخليفه المامون، احنا طبعا قلنا الدوله العباسيه كان لها دور كبير جدا 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 في دعم العلم والعلماء، سواء هارون الرشيد او مامون ابن هارون او غيره. المأمون ابن هارون أول من حاول قياس أبعاد الكرة الأرضية. الدليل على كده إيه؟ هو جاب فريق من علماء، فريقين من علماء الفلك، فلك وجغرافيا، وطلب منهم إن هم يوصلوا لأبعاد الكرة الأرضية. يعني عارفين أنتوا إحنا خدناها بين الترم الأولاني اللي هي خطوط طول العرض؟ ايوه، هو كان عاوز يوصل للأبعاد دي، يعرف الكرة الأرضية الأقصى الشمال كام وأقصى الجنوب كام وفي المنتصف كام، أقصى الشرق وأقصى الغرب، فقدر ان هو يوصل لارقام قريبه من اللي العلم الحديث توصله، تمام؟ تمام. طيب ايه اشهر، شوف عندك وصلنا لايه، هو ده ما عندكش ماشي. طيب رودينا من اشهر علماء المسلمين في علم الجغرافيا. قولي لي ان هي خرجت تاني. كانت خرجت ودخلت تقريبا كده. تعبت رودينا. طيب جاوب انت يا سما لما تبقى معانا، هي كده كده هتحل في الكتاب. من اشهر العلماء المسلمين في علم الجغرافيا يا سما، أشهر علماء مسلمين في علم الجغرافيا. في أشوف وشك الصوت اصلا ما عارفش اخبي. إيه ده في وشي بجد؟ الإدريس. ثواني بس يا سما، النت عندها معلق. طيب حاول الخليفة مين معرفة أبعاد الكرة الأرضية؟ الخليفة كان اسمه استني اشوف بسرعة. تحت اسم الإدريسي، ايه تحت اسم الإدريسي، المأمون؟ ماشي. بما تفسر اهتمام المسلمين بعلم التاريخ ليه؟ ليه؟ لتسجيل وتحليل أحداث الماضي للاستفادة منها في الحاضر. رودايا انت لو في اللينك ما اتكلمي، انا مش سامعك ليه؟ لا ده انا بكلم رودايا. طب خليكي انت معايا يا سما. اهتمام المسلمين بعلم الحديث، بس كده صوتي باين. ايوه الحمد علم لله. الحديث. طب استني يا سما، يا رودايا قولي انت اهتمام المسلمين بعلم الحديث. لحظة واحدة.
لتدوين كل ما هو تفسر لتدوين كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقواله أو عمل. تمام. طيب اللي بعده بقى، العمارة في الحضارة الإسلامية أو الحياة الفنية عامة في الحضارة الإسلامية. المسلمين بلعوا في فن العمارة، فقدروا إنهم يعملوا منشآت كثيرة، منها منشآت دينية زي المساجد، أو منشآت عسكرية زي الحصون والقلاع، أو منشآت اجتماعية زي مستشفيات ومدارس، أو منشآت سكنية كالقصور والبيوت. سمات العمارة في العصر الإسلامي كانت بتتميز عن غيرها، واشتهرت بحاجات مش موجودة في غيرها. زي ايه؟ زي القباب اللي موجودة في المساجد، زي قبة الصخر اللي بتدي شكل حلو قوي للمسجد. تاني حاجة، الأعمدة اللي موجودة في الدول الإسلامية كانت آخرها على شكل تاج، موجودة في القصور وفي المساجد. أما المشربيات، ودي أحلى حاجة ونفسي ترجع تاني، اللي هي موجودة في المنازل، اللي هي زي دي، اللي هي ايه؟ بتبقى عبارة عن إن هي تدخل الضوء للبيت، ولكن مع عدم جرح البيت. يعني تبقي أنت مثلا جارك ما يعرف، أنت فاتحاها بس جارك ما يقدرش يشوف البيت من جوه. تمام؟ تمام. عارفين شكلها؟ لا ثانية واحدة. اهي شفت شكلها؟ عرفتها. ايوه شفت شكلها حلو ازاي؟ هو ده شكلها، الريال دي بتدخل شمس وبتدخل ضوء للبيت، وفي نفس الوقت اللي بره ما يقدرش يشوف ايه اللي في البيت من جوه. تمام؟ تمام. طيب بعد، من الحاجات برضو اللي المسلمين برعوا فيها فن الزخرفة، واحنا قلنا ان من الصناعات اللي المسلمين برعوا فيها اللي هي ايه؟ صناعة الزخارف والزخرفة، اللي هي كانت عبارة عن ايه؟ ان هم بيستخدموا رسومات ونقوشات معينة كده زي اللي موجودة في الصورة ورا دي، وبيزخرفوا فيها الرخام والخشب والمعادن والخزف. بتبقى معروف ان هي نقوش وزخارف اسلامية. يعني انت لما بتشوفي الزخارف اللي زي دي بتعرفي ان هي ايه؟ تبع الحضاره الاسلاميه. تمام؟ وطبعا عندنا الخط العربي، الخط العربي من اكتر الخطوط اللي فيها فن وصعوبه، لانه بيتمثل بان هو ايه؟ انواعه كتيره وليه طرق معينه في الكتابه، واشهرهم خطي النسخ والرقعه. تمام؟ تمام. طيب الحضاره الاسلاميه انتقلت الى اوروبا عن طريق مكانين. اولا اوروبا كانت عايشه في عصور مظلمه. مظلمه يعني ايه؟ يعني كان عندهم جهل، وكان عندهم مجاعات وحروب، كانت عصور مش حلوه. في ظل ازدهار الحضاره الاسلاميه كانت الحضاره الاوروبيه في الحضيض. الحضاره الاسلاميه بقى قدرت ان هي تساعد الحضاره الاوروبيه ان هي تخليها تخرج من الجهل والتخلف، ويتنقل لها العلوم والثقافه عن طريق مكانين: الأندلس اللي هي أسبانيا حاليا، وجزيرة صقلية اللي موجودة في جنوب إيطاليا. أوروبا ترجمت كتب المسلمين وسرقت كتب كتير منها وخبتها وبتنسب الفضل لنفسها، وفي مجالات كتيرة جدا، زي في مجالات علمية كتيرة جدا، وده كان سبب في نهضة أوروبا وتقدمها. تمام؟ تمام تمام طبعا في سلاح التلميذ، في سلاح التلميذ مش هلاقيه جايب دور المرأة في ما مش جايب بره، مش عارفه ليه. ماشي تعالى نحل دول الاول، بعدين يبقى نشوف دور المرأة كده. خلاص ده خلص، ما فيش حاجه حل. ماشي. طيب سما، انتقلت الحضاره الاسلاميه الى اوروبا عبر الاندلس وجزيره، كانت جزيرة صقلية. تمام، يعد خط النسخ والرقعة فنا. يا بدين تمام يا بس. فنا ايه؟ اهي 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 تمام خالصا. الحمد لله. تمام. طب يا ميس سما، انتي عرفتي لها بزوم سما وهي انا قايله لك اصلا في انا قايله لك في الادريسي، وقايله لك في المأمون، وقايله لك في كذا حاجه، صح ولا غلط؟ الشير مش باين. دوري. هي مشكلتك في الزوم بس، صح؟ هو اساسا هعمل لك زوم الشير مش كمان. ماشي. طيب
يا سام، استخدم المسلمون الخشب والرخام والمعادن في فن ايه؟ العمارة، ليه بيئة. فن الزخرفة. الحمد لله. الطب. يلا طيب، بما تفسر يا رودينا أهمية الحضارة الإسلامية لأوروبا؟ ساعدت الحضارة الإسلامية نهضة أوروبا صح وتقدمها. تمام، ساعدت الحضارة الإسلامية في نهضة أوروبا وتقدمها عن طريق الكتب والمؤلفات التي انتقلت إليها. طيب يا سما، بما تفسر اهتمام المسلمين بعلم الجغرافيا؟ لمعرفة طبيعة البلاد التي فتحوها وطرق التجارة التي تربطها بينها، طيب، حدد وفهم استخدام الأشكال المميزة. البصمة. ممتاز. الأشكال المميزة للعمارة الإسلامية، عندنا تميز العمارة الإسلامية بوجود مجموعة من الأشكال الجميلة فيها، زي القباب، زي مثلا قبة الصخرة، أو الأعمدة اللي موجود فيها تيجان، موجودة في القصور والمساجد، أو المشربية اللي موجودة في البيوت. طيب، دور المرأة في النهضة العلمية. المرأة الإسلامية كان لها دور كبير في النهضة الدولة الإسلامية، لأن هي كانت بتتعلم وبتعلم، وكان بيروح لها طلاب وبيرحلوا لها من كل مكان عشان ياخدوا منها العلم. من أشهر الأمثلة عندنا أم الدرداء، ودي كانت عالمة وفقيهة وكان عندها علم وعمل وزهد. وفي العصر الحديث المرأة بقى لها دور كبير جدا في المجتمع، وللعديد منهم يعني دور كبير، زي لطيفة النادي، دي أول مصرية إفريقية وثاني امرأة على مستوى العالم تقود طيارة وتاخد لقب كابتن طيار. سميرة إسلام، دي دكتورة سعودية، أول سيدة تشغل منصب مستشارة إقليمية في منظمة الصحة العالمية في برنامج الأدوية. دي حاجة في الدرس مش مفهومة؟ لا لا، بدينا 158 159 160 واجب. اوكي. سامة 182 183 184 واجب. 183 صح؟ 184. يلا، تميزت العمارة الإسلامية بقباب المساجد التي تعطي شكلا جماليا منها قبة. أخرى انتقلت صناعة ورق الكتابة إلى الدول الإسلامية من يدينا. من الصين. أصبحت الوزارة وظيفة رسمية في عهد الدولة المين يا سما؟ الدولة الإسلامية تالت دولة في الدول الإسلامية. العبد. العباسية. تمام، صح أو غلط تميز الحضارة الإسلامية بتقدير العلم والعلماء يا رضينا؟ اكتفت الدولة الإسلامية بإنشاء المدارس في مدينة بغداد يا سما؟ صح. يعني كانت بتنشئ مدارس في بغداد بس؟ ايه لا غلط، هي اللي كانت قبلها ايه كمان؟ الإملاء كانت صح؟ طب ايه؟ طيب، رودينا، تعد المكتبات من المؤسسات التعليمية في الدولة الإسلامية؟ هذه المكتبات من المؤسسات التعليمية. صح. ساعد ديوان بيت المال في النهضة التعليمية للدولة الإسلامية يا سما؟ صح. ممتاز. اللي بعد رودينا، أي مما يلي استخدمه المسلمون لتحديد أوقات الصيام والأعياد؟ المرصد الفلكي، شيد المسلمون العديد من المنشآت العسكرية، ومنها الحصون، برع المسلمون في بناء المستشفيات والمدارس والتي تعد من المنشآت. المنشآت. فممكن تقولي الاختيارات؟ السكنية ولا الدينية ولا العسكرية ولا الاجتماعية؟ لا السكنية. لا، هي قصدي ايه؟ مش بنسكن فيها. لا ممكن عشان الاجتماعية. ممتاز. طيب يا سما، أول من هو من أمر بغزوة بدر بإخلاء سبيل كل أسير يعلم 10 من المسلمين؟ الرسول. ماشي. العالم المسلم الذي يعد من أول من حاول الطيران يا ردين. العالم المسلم الذي أول من حاول الطيران. لحظة واحدة. ماشي، أسرع لأن الوقت قرب يخلص وأنا عايزة أحل معاك البتاع بتاعك كمان. عباس، اسمه لحظة عباس، واحدة. عباس بن ينفع أقولها؟ سليمان.
ممتاز. سما أنشأ مكتبة بيت الحكمة في بغداد. ثانية. هارون ابن رشيد. هارون الرشيد. هارون الرشيد. طيب اكتبي دليل واحد يا ردينة، قولي دليل واحد على اهتمام الدولة الإسلامية بعلم الرياضيات. دليل واحد. طب استني عشان ايه، ده هياخد وقت وانا عايزه الحق احل بتاعي. الدليل على ان المسلمين اهتموا بالرياضيات، قلنا ان هم أضرب عرفوا الارقام واحد، وضع قولي بتوعك دلوقتي عرفوا الارقام 1 و3 وعرفوا استخدامات الكسور العشريه والصفر. بما تفسر اهتمام المسلمين بعلم الجغرافيا، انت كنت قلتيها يا سما عشان خاطر ايه، يعرفوا طبيعه البيوت اللي بيدخلوها والطرق التجاريه المؤديه اليها. كتابك انت بقى يا رديناء. اهتم المسلمون رديناء اهتم المسلمون بعلم الفلك فانشاوا. مارس. أنشأوا المراصد إيه؟ السؤال الأول عندك رقم واحد يا رودين، اهتم المسلمون بعلم الفلك فأنشأوا. المصر الفلكية. تمام. سما من أشهر حلقات العلم في الدولة الإسلامية مسجد إيه أشهر ومسجد إيه؟ مسجد قبة الصخرة لا و... لا 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 يبقى مسجد ثاني عرفتها. مسجد المسجد النبوي والجامع الازهر. أزهر. انت اللي هتقولي اللي بعدها. انتقلت الحضاره الاسلاميه الى اوروبا عبر بلد ايه وجزيره ايه؟ الأندلس وجزيرة الصقلية. ماشي. يعد الحسن بن الهيثم من اشهر علماء المسلمين في ايه يا رودينا؟ الفيزياء. فن استخدام المسلمون في الرخام والخشب والمعادن والخزف. العمارة. الزخرفة. يعني ده اكتبي ما جنة. تشير إليها العبارات يا رد. الزخرفة غير العمارة، العمارة عامة، الزخرفة حاجة في العمارة. اكتبي ما تشير إليها العبارات يا ردينا. إحدى الجزر الإيطالية التي انتقلت من خلالها الحضارة الإسلامية لأوروبا. كلية. علم اهتم به المسلمين لمعرفة طبيعة البلاد والطرق التجارية التي تربط بينها يا سما. علم ده علم ايه ده؟ الرياضيات. معرفة الطرق التجارية وطبيعة البلد. ايه ده؟ طبيعة البلد. التاريخ. سهلة يا أوي. رودين جغرافيا. ماشي. رودين سما علم ارتبط بمواقيت الصلاة لدى المسلمين. ده بقى الفلك. تمام. برهني على صحة العبارة أو هات الصح والغلط الأول نلحقه. اتبع العلماء المسلمين الأمانة العلمية ونسبة الجهد والفضل لأهله. سما إذا أنا اه صح. رودينا اهتم المسلمون بعلم الفيزياء لتحليل الاحداث الماضي والاستفاده منها في الحاضر. عارف. لا لحظة، ممكن تقولي سؤال تاني؟ رقم 2 في صح وغلط. اهتم المسلمون بعلم الفيزياء لتحليل الاحداث الماضي والاستفاده منها في الحاضر. غلط. تميزت العمارة الإسلامية بإقامة الأعمدة ذات التيجان والقباب يا سما. صح. شاركت المرأة في قيام النهضة التعليمية بالحضارة الإسلامية يا لدينا. صح. ساهمت الإنجازات العلمية للمسلمين في قيام نهضة أوروبا وتقدمها يا سما. غلط. صح. طيب برع المسلمون في علم الفيزياء، احنا قلنا المسلمون برع في علم الفيزياء فهم اللي عرفوا قوس القزح ورد الظواهر الى طبيعتها زي البراكين والزلازل والانهار والجبال. تنوعت اشكال العماره الاسلاميه فقلنا في المنشات الدينيه والمنشات العسكريه والمنشات الاجتماعيه والمنشات السكنيه. خلصنا الدرس، اشوفكم على خير ان شاء الله الحصه الجايه، والواجب يتكتب كله وما تنسيش بعد الصفحه المتبقيه يا رودينا. تمام. في أي هي حاجة في خرجت. الدرس مش في أي حاجة في الدرس مش مفهومة؟ لا تمام. أنا تعبت. ماشي يلا سلام. باي. واو.